أنا آسف يا ولاد، بجد أنا آسف، بس أنتوا مش عارفين عوائدنا في مصر هنا. مفيش ست بتشتم راجل. يعني إيه ست شتمت راجل؟ أنا ما أنا مش جاي أذيكم، ده أنا جاي أطمن عليكم والله، وأشوفكم طلباتكم إيه، محتاجين حاجة، فأرجوكم ما تزعلوش مني. أرجوكم، وأنا آسف كمان مرة، سامحوني، أوكي؟ طب ما دام كل شيء طبيعي وكل شيء مظبوط هون، لشو ما بتخلونا ندق لأهلنا؟ ولشو موقفيلنا حراس على الباب إيه؟ لا يا حبيبتي مش حرس، دول بيحموكوا. أصلا أنتوا مش فاهمين، أنا مش عارف، أوعي تزعلي مني على القلم. هنا عندنا حاجة اسمها عبد الروتين، الورق بياخد إجراءات. أحمد حلمي بيستلم الورق ويدبسه، بيديه لعايدة تراجعه، بالعايدة بتديه للشيخ رمضان علشان يختمه ويدبسه. الشيخ رمضان بيوصلنا في الآخر لرمسيس بيعتمد الليلة دي كلها وبيسلمك الورق. يعني ماكسيمم كده تقدر تقولي 7-8-9-10 أيام بالكتير قوي. وبعدين انتوا هنا قاعدين مرتاحين تحت أمركم، الخدمات وحمامات مقفولة، تستحموا براحتكم. شو قصدك يعني؟ نحن بطريقة غير شرعية هون؟ غير شرعية؟ استغفر الله يا جماعة، غير شرعية ازاي؟ أنا اللي بطلبه منكم بس سواد الليل، اصبروا عليا لبكرة وكل اللي انتوا عايزينه هيتحقق لكم، وهتلاقوا الحياة هنا زي الفل، ما تقلقوش من حاجة أبدا. وصدقوني بعد ما تشوفوا معاملتنا هتندموا على كل كلمة قلتوها في حقنا، زي ما أنا ندمت إن إيدي اتمدت عليكي. وبكرة بالليل مدحت بيعمل حفلة على شرفكو عشان بيفهمكو على كل سؤال عايزين تسألوه عليه وتطمنوا. في أكتر من كده حاجة بقى؟ يلا أشوفكو بكرة على خير، باي باي. بدكم تروقوا شوي. بكل الأحوال هلأ رح نقعد قدام البيسين نشرب كاسة شاي وفهمكن على كل شيء. بنات شايل الكل بسرعة. على 3 سنين؟ لا، هو البنت ولا اخر بنت بتشتغل؟ حس حالي ظلمت امي. ليش عم تقول هيك؟ كان لازم خليها تسافر. انا الرجال. انا اللي كان لازم سافر وطلع مصاري مش هي. والفرصة اجت إلها هي مش إلك. مشكلتك كيف تجي الفرصة؟ ما هون المشكلة. مبلغ حرزان. ليش تقريبا؟ على 3 سنين 108,000 دولار. خرزانين، مبلغ خرزان. امي
وعملت لكم اطيب فناجين شاي. تفضلوا. تفضل يا قمر. يا كربوشه انت الحلوه. على فكره انتوا بالذات بنات كثير مميزات عندي. ريم ليه ما عم تشربي الشاي تبعك؟ ما لي نفس. غريب قديش هيك انسان ما عنده ثقه بحدا. انت هيك على طول؟ انا اخذ الحس السادس من امي. حس بالخطر قبل ما يجي لعندي. وانت معتبره انه نحن خطر عليكم؟ حاسه اني علقت بايدين عصابه. ما بعرف على عصابي شو بدها مني لهلا، بس انا متاكده انه في شي غلط بهالقصه. اوف عم تقولي كلام كثير قاسي ريم، بس معلش انا رح اتحملك. بتعرفي ليه؟ لانه بعرف قديشك خايفه. يعني طبيعي بنت مالها مسافره قبل هالمره، ما عندها خبره بالحياه، مالها متعلمه، طبيعي تخاف. بس بكره رح تكتشفوا قديش كون غلطان. ان شاء الله يا رب. بس لو بتخلونا نتلفن لاهلنا اكيد بينهم بكون مشغول علينا. من هالناحيه ما تعتليها. زكي من وقت ما حطت الطياره بالمطار اتصل باهليكم وطمنهم. بكل الاحوال بكره رح تتصلوا فيهم وبتحكون على رواق. خي طب ما قولي لنا هيك من الاول. انا ما عندي حدا تلفن له. ما حدا مشغول باله علي. سوها انت ما عندك اهل؟ هي ومرته، بس بيكونوا نسيوا انه سافرت اليوم الصبح. هركي يكونوا نسيوا اسمي كمان. انت شو شغلتك الاساسيه ست هند؟ فيكي تقولي اني انا مديره اعمال المتحف بيك، يعني ايده اليمين. بعرف الشارده قبل الوارده، الصغيره قبل الكبيره. شو؟ ارتحتي؟ شو قولك أنت؟ أنا بدي استأذن منكم، بدي روح نام. بومي؟ عملتها مجنون. اخيرا اقنعت ابوك وامك انهم يتجوزوا تاني. عقبال حضرتك انت وسعاد قريب ان شاء الله. لا انا مش عايزه. ومين قال لك يعني ان انا عايز؟ بيت الله. بس بجد برافو. تلميذك بقى بوب. لا انت مش تلميذي، انت ابني. ستة وثلاثين ضرب ثلاثة مية مية وثمانية. مية وثمانية آلاف دولار عم تصعبي معي. وين؟ ايه وإذا الشغل ما طلع منيح؟ الشغل ما طلع منيح يعني اللي بيسمعك بيقول هون غير هونيك، مخياطة بخياطة وقماش بقماش، شو بدي يكوني؟ ايه ومين بيهتم بأمك يا شاط؟ خليني خبرك هالخبرية الصغيرة. بيهتم بأمري يا شاطرة إني مصريتك. معلقة يعني 108 ألف مش عاطلين.
على قليلة أمك بتصح وهاشتخذ لي أدوية من المستوصف بالين وما بيسوى. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ إيه؟ عايشين ومبسوطين وما أحلانا مكنكنين على بعضنا والحمد لله صحتكن منيحة، شو بدك غير هيك؟ خليكي معنا حبيبتي، ما تفلني، الله يرضى عليك. خليك انت. ايه قوم فوتني بدخيلك انت، اصلا اليوم ما رح ياخد قرارات، انا بلا وليد خطيبي ما بياخد قرارات، هو خطيبي هو اللي بقرر معي، ماشي ولا مش؟ اكيد مش. ماشي ولا مش؟ قوم فوتني يا سوسي، يلا يلا. 108 ماشي ولا مش؟ شو؟ قديه بدي انطر بعد يا ست نانو؟ خلص لقيت الفكرة، عرفت شو بدي احكي مع البنات، ما تعطى الهم، والهيئة ثلاثتهم رح يقبلوا. كويس كويس. والخبرية الحلوة انه اليوم من بعد ما فليت قعدت انا وياهم على الغدا وتسيرت معهم. ثلاثتهم يأسنين من الوضع. سهى ما عندها عيلة وعايشة مع خيها ومرته اللي منجدت لها حياتها. وماي ماي لازم تشتغل حتى تجمع مصاري لأنه أهلها فقرة كتير. وريم ريم خاطبة وخطيبة ميكانيسيان وضعه عقده، يعني بدهم شي 100 سنة حتى يقدروا يتجوزوا. المختصر المفيد تلاتتهم عدمانين العافية. عظيم. يلا على السريع صور شمسية وكل المعاملات ونعمل باسبورات. إن شاء الله مثل ما الله بيريد. إلا شو؟ عشو مستعجب؟ خليهم معك تتنشط إلى بكرة. الأمانة مش رحت البلد لحد دلوقتي ليه؟ أخدت أكتر من نصهم والباقي لسه ما أجت الفرصة. فرصة إيه يا هاني؟ أنت مستنيه لما يكتشفوها؟ يعني كيف بدهم يكتشفونا وهن مخبعين بجيب سري بقلب الشنطة؟ بقول لك يا هاني شغلانتنا ده هي الغلطة فيها بفورة. بكرة الصبح والبنات بتفطر تنزلي تخلصي الموضوع ده تماما. كلامي مفهوم؟ طب خلاص خلاص حاجة تزعقلي. ما انت تصرفاتك وطولك اصلا بينرفزوني. بقولك يا هند بكره الصبح تديني التمام انك خلصت الموضوع ده. سلام ماي. ليه ما حدا رد؟ أنا كيف بدي أطمن؟ ألو رشيد، فيك تجي لعندي شوي عايزتك؟ شو أنت؟ بعدك معصبة؟ ليش حالك؟ ضحك يجي شوي؟ ضحك. أنا كتير مبسوطة. تعرف ليش؟ لأني مرقت بتجربتين بحياتي واثنيناتهم كنت أنت بطلنا. وأنا أسعد واحد في الدنيا عشان اتجوزت مرتين في حياتي وفي
مرتين انت العروسة. غريبين نحن مش هيك؟ تفتكري لما كناش اتطلعنا السنين الطويلة دي وبعدنا عن بعض كان ممكن نقضي ليلة جميلة زي الليلة دي؟ ما بعرف. عم تسألني عن شي ما عشته. بدي خبرك عني عم بعيشه هلا. يا ريت. حاسه ليلي انه حبي لك غريب. عن جد. من بعد سنين زواج ومن بعد ثلاث اولاد صاروا صبايا ورجال ومن بعد سنين طلاق ومشاكل ما بتنعد كثير كثير حس حالي عن جد اني عروس. عروس صغيره صبيه خايفه بديك تحميها وتحبها كثير. وحشتي أوي. يلا يلا ما قلتي لي نجيبة بعتي وراي آخر الليل حدا بشي؟ لا لا أبدا ولا شي. كيف ولا شي؟ ما تكوني بعتي وراي لتشربيني قهوة مثلا. كنت عم فكر فيك، عرفت إنك زعلان لأن الصبايا تركوك وراحوا يشتغلوا برا، قلت منتوانس سوا لأنه أنا كمان كتير استفقدت لهم. أنا ماني زعلان إنهم راحوا يشتغلوا برا، أنا زعلان إنه عملوا كل هالشي من ورا ظهري. ما بحياتي رفضت لهم طلب، وخصوصا ريم، يعني رب العمل لازم يكون ظالم لحتى موظفينه ما يقدروا فيه. حاجة تكبر القصة كرشيد. البنات اجاهم عرض بياخد العقل، 3000 دولار بالشهر، شو بدك يعني يرفضوا هالنعمة؟ أنا ما بدي شيء ولا بقى بدي جيب سيرتهم، الله يسعدهم ويبعدهم. بس هن فلوا زعلانين لأنك أنت ما قبلت تودعهم. نجيبي، بعتي وراي بهالليلة تسميني بدني؟ أنا بكرة رح أجيب بدالهم وأنساهم. نامي وخليني روح نام، بكرة عنا شغل. تصبح على خير. مش طبيعي تكون بعد ما تلفنت، رح يطلع الضوء. فوتي فوتي لجوه بلا فلسك، فوتي اعملي لنا ركوة قهوة. قالت لي بس ضغطت الطيارة، دغري بدها تتصل فيني تطمني. لا تواخذوني مواعيدكم لهلا، بس قلبي عم بيوجعني، رح يطلع من مطرحه. كان لازم تاخد معها تليفونها، على ليلي كانت بعتت منه رسائل. كمان سهى وماي ما اخذوا ارقامهم معه. شو بدهم فيهم يا عمي؟ ما رايحين فتره طويله، بكره بيحترقوا. انا بقول تاخروا بالمطار او شيء، وبكره بكره بيشتروا تليفونات وبيطمنوني. انت اكيد يا صبري رحت عند اهلها لسهى؟ عم تكذب وما لك جلابه. وحيت الله سالته. طيب يا جماعه ننطر على بكره، واذا ما اتصلت بنشوف شو بنعمل. بدي انا بعد بدي انطر لبكره. شو بكي؟ بيسوى كرمال قلبك، عشو قبطة عمل حركات؟ أنا رح أمشي من نام وعبكرة نشوف شو نعمل. ويلي بالتلفن له ريم أول شي بيتصل بالتاني وبيطمنه قد ما كانت الساعة. ماشي؟ تصبحوا على خير. انت من أهل رانيا، ما صارت هالقهوة؟ انت بشو بالك؟ يا دلي عليك يا بنتي ويك. ألف ألف مبروك، بس زي القمر والله. طب خالد تربيت ايدك بيعمل فرح لابوه وامه، عايز يجوزنا واحنا في السن ده، بذمتك مش جنان. على فكره ليلى يعني تستاهل انك تتجوزها 100 مره مش مره واحده، بس لو تقدر. الله 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 الله. وبعدين معك يا كامل. أنا طلبت عصير، موقفين على الوجه. أنا ما عبالي شي. ليك هالبومة التاني، وليك قومي شو رأي صح صحيح، ليك هون قاعدين بقصر. أنا بدي.
هيدا لونه حلو. دورك. الو الو ماما، انا ريم. ريم حبيبتي، اشتقت لك يا حبيبتي. البيت فاضي من دونك، البيت فاضي من دونك يا حبيبتي. انت اللي حبيبتي، عم تنتبهي على حالك الي كثير، ما تخافي علي. المهم انت خبريني، كل شيء منيح معك لحد هلا؟ كل شيء ماشي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. طيب ليه طولتي لحكيتيني يا حبيبتي؟ عايز اول ما اركب الطياره انسى كل حاجه في الدنيا، ما افتكرش غيرك انت وبس. ياه، اول ما اوصل بيروت عايز اقعد ثلاث اربع ايام كده في هدوء، ما اعرفش حد فينا غير انا حبيبي، بس هفضل حبيبي 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 حبيبي. والله البيت كان مضايق من غيرك يا سلايم، هتوحشينا موت والله. روحي ترجعي بألف سلامة يا رب. الله يسلمك. مع السلامة، مع ألف سلامة. حبيبة أمها دي ريم بحبها. ليكي أنا اليوم نهاري كتير منيح، ما تفقسيني. ناقصني أنت. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا. أم إبراهيم، صحيح ريم تلفنت وطمنتك؟ مبلا من عبكرة. وما بتقولي لي، تعرفيني بالي مشغول عليها. ما خطر عبالي، وليه بده ينشغل بالك عليها؟ ولو شو كل هالقد أنا عاطلة؟ لا ما بقصد، بس ما كنت عارفة إنك بتحبي ريم هالقد حتى ينشغل بالك، بس هيك. وبخاف عليها كمان، هي والصبايا. شو بك يا ام ابراهيم؟ ما عشرت عمر انا وياهم بهالمعمل. شو؟ هيك بدنا نضلنا واقفين مش رح تسقيني فنجان قهوة؟ تفضلي تفضلي نشرب قهوة على شرف ريم. البنات ايه؟ 100% ليكن هلا هنن عم يلبسوا ويتحضروا، لاني انا خبرتهم انه العشاء مع صاحب المعمل وشركائه. وبعدين؟ ايه مالك خايف ليه؟ شو انا اول مره بعمل سهره من هذا النوع؟ بكل الاحوال انا رششت شويه بنات ببيناتهم، هنن رح يتصرفوا. برافو. النهارده في فلوس كتير. قري بقى. لا اليوم اول يوم، ما تنسى. بالحق أنا لميت الأمانة من شاطئ البنات. فكرينا خد أمنا ماشي مع الرجالة، حتكون في المخبأ زي ما قلتلك. طيب أنا تلمستك. أحبك يا هن، يلا بينا على السهرة.
تقوموا بحاجة تاني كامل بيه؟ لا ألف شكرا. إيه اللي بتعمله ده؟ أنت بتشرب سيجار؟ بقول لك إيه؟ بلاش نكت، ما تعمليش بيها قبل النظرة. لا إله إلا الله، أنت مش الدكتور قايل لك ما ينفعش تدخن أساساً تشرب السيجار؟ أنا عامل زي القطط بسبع تروع. والله أنت مجنون. مجنون مجنون بس عايش. كلكم بقى وفرح امبارح ده كوم تاني. صدقي بقى الراجل ده طلع جدع جدا. الناس بعد ما اتطلقوا 7 سنين يعملوا فرح ويرجعوا لبعض. يلا الحب بقى بيصنع المعجزات، اللي عايز يتجوز بيتجوز. ايه اللي هي نفس الضحكه اللي طول عمرك بتضحكها لي اول ما اجيب لك سيره الجواز. اسمعي يا سعاد، زمان لما حبينا بعض كنت انت لسه داخله الجامعه في سنه اولى وانا كنت معيد، قدامنا المستقبل واسع ومفتوح، ومع ذلك ما اتجوزناش. عايز انا دلوقتي بعد العمر ده كله وانا وصلت للسن ده نتجوز؟ وماله يعني ايه السن ده والكلام اللي انت بتقوله ده؟ اللي اكبر منك بيتجوزوا وبيخلفوا كمان، وبعدين ما انت زي القمر اهو. قمر؟ قمر بالستر. بقول لك ايه يا بنت انت؟ بلاش تعملي عليا الحبتين دول، مش هيخيلوا، ده انا مربيكي. ها طبعا قمر، وحشتني كمان. وانت كمان وحشتني. طب معقول انت ليه في صدرك تحت؟ حرورة كتير وبطني عم بيوجعني، مش عارف يمكن اتسممت ما كانتش ايه. ليه يا حبيبتي؟ أكلك كشري؟ طب عم بمزح بمزح معي، قولي لي بجيب لك شيء؟ معي كل شيء، ماما عطتني شطة أدوية بس خدت وحاسة حالي مش قادرة أوقف أشرب. طب ليكي شو رح يصير؟ رح ننزل انا وريمنا لحتى نشوف شو قصة السهرة ونرجع نتكلم، اوكي؟ بس متأخر علي. ما رح نتأخر. نامي شو ارتاح. اولا يا فندم انا اسف جدا علشان جيت لحضرتك بدون تحديد ميعاد سابق، بس يا فندم الامر على درجه عاليه جدا من السريه علشان كده جيت لسعادتك بنفسي. ايه بقى؟ قومي خلصينا عيشك ملابقه بهالتخاوي. بعرف انا مرتاحه لهالعشاء. طب ليكي نزلت انت لتحت وشفت مين فيه؟ لا انت مش طبيعيه. لا ما نزلت شفت مين في تحت، بس تند قالت لي انه في صاحب المعمل ومرته وشركاء ونسوانهم واصحابهم بادي جاردي، لانه هدول العالم ما بيمشوا الا مع بادي جاردي. اصحاب منين؟ ريم شو بكي؟ شو قصتك متشائمه هيك؟ أنا كمان كنت خايفانة، بس أول ما وصلنا لهون عن جد غيرت نفسيتي. إذا عن جد هيدا النعيم اللي بدنا نعيش فيه، يعني بيكون الله فتح بوجنا، هلأ بشرفك. طلعي حواليك شوي. هيدي عيشة، وعيشتي مع خي ومرته الشريرة عيشة. معك حق. لهلأ الظروف تمام. ما حدا بيغنيكي عن أرضك وناسك. ولا حدا بيغنيكي عن ذكرياتك. انت عم تحكي هيك لانه عندك بيت وعائله وحبيب. ايه انا حبيبتي ما عندي شيء. يلا قومي قومي. يلا قومي خلينا نشوف معي. الفيلا فندم مأجرينها اسبوع كامل، والفيلا دي اصلا للايجار القصير. صاحب الفيلا فندم واحد مش مقيم في مصر، ودايما بيأجرها للسواح العرب والاجانب اللي بيبقوا وافدين لمصر مدد قصيره. والمرة دي بالذات يا فندم أجرها راجل مصري اسمه مدحت سري، ممكن الاسم ده ما يكونش اسمه.
بس يا فندم لحد اللحظه دي احنا الراجل ده ما نعرفلوش اي اثر، لان الراجل ده بالنسبه لنا شبح ملوش اي وجود. انت متاكد ان الهدف بتاعك هناك؟ اه طبعا يا فندم، لان يا فندم الهدف من ساعه ما دخل الفيلا بالعربيه هو ما خرجش، واحنا مراقبين جميع مداخل ومخارج الفيلا بشكل كويس جدا. يعني من الواضح كده ان هيبقى في سهره كبيره جدا في الفيلا النهارده. وتحرياتنا السريعه يا فندم بتقول ان في مجموعه كبيره جدا من البنات وصلوا للفيلا امبارح، والمجموعه دي نزلوا بشنطهم وحاجات تانية كتير. البنات دي يا فندم وصلوا لحد باب الفيلا بالباص ونزلوا كلهم دفعه واحده، ودلوقتي يا فندم المعازيم كلهم جوه الفيلا. وزي ما وضحت لسعادتك من شويه ان احنا كنا مراقبين الهدف ومتتبعينه هو بنفس اللي وصلنا للفيلا دي، وعلى العموم احنا محاصرينهم كويس جدا وما لهمش اي منفذ للهروب. وثقت مع مباحث الاداب؟ اه طبعا بالتاكيد يا فندم. هديك اذن النيابه. شو بدهم يكونوا؟ ناس صاحب المعمل واصحابي. لما شي تنزل هيك بيكونوا مترين. اوووه مسيو تفضل. احلى صبايا. اهلا 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 اهلا. ريم خير الله. وانا سهى. حبيبتي. يلا بدي استأذن منك، تفضلوا صبايا، يلا. اوكي؟ ثانك يو. يا اهلا يا اهلا، ده ايه النور ده؟ نورتوا الحفلة حبايب قلبي. شوف 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 شوف. 10 على 10 يا ايه ده انتوا مش ما شربتوش حاجة ليه؟ تشربوا ايه؟ شاي. شاي. هات لي شاي. شاي. بدي اسألك سؤال ستند، استاذ صاحب المعمل مين بيكون؟ موجود هون؟ طبعا ولو اكيد موجود، ما هو صاحب العزيمة. بس ليكو هو برا عم يعمل تليفون. مش فرفشة ولا ايه؟ طبعا في ومزيكا كمان.